بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم القدس. القدس قضية المسلمين الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل درجة في النار. معاشر الصالحين، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا المدينة، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة، ومسجدي بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس. أيها المسلمون، إن اليهود يدعون أن هناك حقاً دينياً معهم، وأن القدس لهم، وهذا لا أساس له من الصحة تاريخياً ودينياً. والذي يقرأ التوراة الذي هو كتابهم، الذي يقرأ التوراة وملحقاته، لا يجد للقدس، للمسجد الأقصى في كتابهم أي قدسية أبدا، والكتب متوفرة. لكن نحن المسلمين، نزل القرآن والسنة بقدسية هذا المكان. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة، لما فرضت عليه الصلاة من فوق سبع سماوات، ظل ثلاث سنوات وهو يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة. الحرم المكي قدامه وهو يصلي إلى بيت المقدس 3 سنين. باش تعرفوا القيمة، قيمة هذا المسجد في الإسلام، والنبي ساعة إذن في مكة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ظل في المدينة 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، حتى نزل الوحي بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه الأولى، لنعلم ما لهذا المسجد الأقصى من قدسية في دين الإسلام. لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى بيت المقدس،
وهناك صلى بالأنبياء جميعا، صلى إمامهم. وفي هذا دليل واضح بين لا مجال للشك فيه، أن الأمور أمور الأنبياء كلها عادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس. لماذا لم يعرج يعرج به إلى السماء من الحرم المكي لكن فيه؟ لماذا عرج به من بيت المقدس؟ لمكانة هذا المكان في شريعة الإسلام وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عرج به السماء من بيت المقدس. هناك صورة في القرآن هي صورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. البركة في ديننا حول بيت المقدس، فإذا كانت البركة حول بيت المقدس كيف يكون بيت المقدس البركة ضيرة به؟ كيف يكون هو؟ إن للبيت المقدس قدسية عند المسلمين. من ذلك أن الله عز وجل أعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت ستتوالى عليه أياد سوداء آتمة، وأمره بالرباط هناك والجهاد هناك والقتال هناك لرد هذه الأيادي الآثمة. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال الصحابة: يا رسول الله، وأين غتكون الطائفة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ببيت المقدس. لا بد من الرباط هناك لرد الأيادي الغاشمة والمؤامرات الخبيثة. أعود إلى الحديث: إن لبيت المقدس قدسية في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. ما كنجمعوش حويجاتنا ورحيلنا ونمشيو لشي سيد ولا نمشيو لشي جامجي. المساجد كلها سواء، المساجد كلها بحال بحال، الصلاة في مساجد الدنيا كلها سواء 27 درجة كلها، إلا هذه المساجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قلت وأعيد: من قرأ التوراة هي كتاب اليهود وقرأ ملحقاتها وتتبع ذلك لا يجد فيها أدنى قدسية لهذا المكان. أيها الإخوة الكرام، لماذا نحن نعادي اليهود؟ لماذا نعادي اليهود؟ هل نعادي اليهود لأنهم يهود؟ لا. هل لأنهم من بني إسرائيل؟ لا. هل لأن ديانتهم تخالف ديانتنا؟ لا. ما كان عليهم وجه شيء. عاش اليهود عبر الإسلام من نهار نزل الوحي إلى سيدنا محمد، ومن يوم أن أقيمت دولة الإسلام في المدينة، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد دولة بني أمية ودولة بني العباس، عاش اليهود في أمان واطمئنان. شو كيشكي نفسهم وما عندناش حق نفسهم في دينهم؟ لا يكره في الدين، بقى يبقى على دينه، احنا ما عندناش مشكل، لكننا نعاديهم
لأنهم اغتصبوا أرضنا ومقدساتنا ولا حق لهم، والتاريخ شاهد على ذلك، لا حق لهم في هذه الأرض، إنها أرض الإسلام، وقد فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ما نذكره في الخطبة التالية. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. كما سبق وأن ذكرت أن اليهود يدعون أن لهم حقا دينيا وتاريخيا في فلسطين، مجرد ادعاء، يدعون هذا الادعاء بمقتضى أن الله عز وجل قد وعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب بهذه الأرض. كيقولوا أن الله أعطى الوعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب بهذه الأرض. ماذا يقول التاريخ؟ يقول التاريخ إن إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب ما استقروا في مكان واحد، ما كانوا مستقرين، كانوا رعاة، يرعوا الإبل والغنم، وكانوا رحل، كانوا في العراق وجاءوا إلى فلسطين وانتهى بهم الأمر إلى مصر. والتاريخ يقول إن إبراهيم عليه السلام لما كان في فلسطين وتوفيت زوجته سارة، ما وجد لها قبرا في فلسطين، ما لقاش يدفنها، حيت ما عندوش وين راحت، فاشترى مكانا في مغارة من أحد الفلسطينيين ليجد قبرا لزوجته سارة. ومن غير المعقول أن يشتري الرجل ملكه، ما عندوش، ثم إن يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل، كان في فلسطين لكنه لاحق بابنه يوسف عليه السلام إلى مصر، قال ليوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين. فجاء إسرائيل ويعقوب من بيت المقدس من فلسطين إلى مصر ومات بمصر، هذا التاريخ. ثم إن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر إلى بيت المقدس وأمرهم أن يدخلوا بيت المقدس، ماذا كان جوابهم؟ إنا لن ندخلها، إن فيها قوما جبارين، فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. وعودوا قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب، قلة الأدب، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كتب الله عليهم دخولها ولم يكتب عليهم الاستقرار فيها، فأبوا أن يدخلوها، كانوا فيها العمالقة وعصوا أمر الله وأمر رسوله، فكتب الله عليهم التيه، تاهوا في صحراء سيناء 40 سنة حتى انقرض ذلك الجيل. ثم دخلوا بعد في عهد سليمان فقاتلهم البابليون شر قتلى فأخرجوهم، وأخرجتهم الفرس، وضربتهم القاضية كانت على الروم الصليبيين أخرجوهم، فداعوا في الأرض شذر مضر، ويدور الزمان دورته، وينزل الوحي على رسول الله، ويستتب أمر المسلمين، ويخف عمر الخليفة الثاني إلى بيت المقدس. من وجد عمر في بيت المقدس؟ الممشى عمر باش يفتح بيت المقدس، شكون لقى تما؟
لم يجد يهوديا واحدا، وإنما كان النصارى هم الذين احتلوا بيت المقدس. والبطريق، بطريق القدس ساعتئذ كانت عنده أوصاف عمر، كانت في كتبهم أوصاف الفاتح، لمن تسلم مفاتح القدس ومن هم الورثة الحقيقيون لذلك. ومن الأوصاف أنه يأتي ماشيا، يجيء الرجل الذي قد يأخذ المفاتيح وهو خليفة ماشيا. وكان عمر وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير للمؤمنين يتناوب مع أحد الصحابة على الجمل العدل، أمير المؤمنين كيك مرة ولي معاه كيك مرة، ويشاء القدر المحكم، القدر الإلهي يشاء. عند الدخول إلى بيت المقدس أن يكون عمر هو الماشي وليس الراكب كما في كتبهم. ومن أوصافه أنه أصلع كذلك عمر، فجاء البطريق للقدس النصراني يحمل المفاتيح وسلمها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن ساعتئذ في القدس ولو يهودي واحد. وكان من شروط البطريق النصراني على عمر، قال لها المفاتيح انتم مالها، جاءوا الورثة ديالها الحقين المفاتيح، لكن عندي لك واحد الشرط، ألا يساكننا فيها يهودي. نصراني هذا ما يكونش معنا يهودي واحد يدخل عندنا نهائيا. فأخذ عمر المفاتيح وأقام العدل في القدس وترك الناس على أديانهم. نصراني بقى نصراني، ما حطم كنيسة، خلى الأمور كما هي، واستتب العدل في عهد عمر وفي القدس. لكن تدور الدوائر والعقارب الحاملة للسم الناقع المميت لا تسكن أبدا، فتسربت المسلمين، وعلى حسن ظن المسلمين فتحوا المجال لليهود، فخططوا ودبروا لقرون عدة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. نسأل الله تعالى أن يكف عنا الشر. وعملوا بأموالهم وخططهم ليفرقوا بين المسلمين، وأنتم ترون اليوم أحوال المسلمين، فهم لا ينفذون مكرهم إلا والمسلمون مشتغلون بعضهم ببعض. فاللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم احفظنا في قدسنا، اللهم احفظنا في قدسنا، اللهم احفظنا في قدسنا. وإن توانينا واستكنا عن دفاعنا عن قدسنا، فالمرة الأخرى لمكة ثم للمدينة، هذا حلم اليهود. وصلوا وسلموا على البشير النذير السراج المنير صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وانصر الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير المؤمنين وحامل حلم الملة والدين محمد السادس، نصرا تعز به الإسلام والمسلمين وترفع به راية الإسلام والمسلمين، إنك ولذلك القادر عليه. اللهم هيئ الأمير بطانة خير تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم لا تحرمنا في قدسنا، اللهم هيئ للفاتحين، هيئ لهم أسباب الفتح، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، لكم إخوة وأخوات مرضى، اللهم اشفهم شفاء من عندك، وأطفال مرضى، اللهم اشفهم شفاء من عندك، اللهم اشفهم شفاء من عندك. اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم ارفع هذا الضيم عنا، اللهم ارفع هذا الضيم عنا، اللهم ارفع هذا الضعف عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم وحمد الله، والدرس بين عشاءين إن شاء الله.